لنحكي أكثر عن كيفية توليد طاقة الكهرباء عبر استخدام طاقة الشمس بتجربة سورية رائدة. رح نستضيف المهندس محمد حمود، ماجستير بالكهرباء والطاقات المتجددة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. صباح الخير ليا، صباح الخير نور، شكرا لاستضافتكم الكريمة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد المولد النبوي الشريف. وأنت بخير، أهلا وسهلا فيك. يعني مؤخرا كثير عم نشوف طرق عديدة توليد الطاقة وخاصة طاقة الكهرباء، خلينا نتعرف أكثر عن أهمية يمكن استخدام الشمس بتوليد الطاقة الكهربائية. نعم، بداية نحن فينا نقول أنه مصادر الطاقة عنا فينا نوزعها على ثلاث أجزاء. مصادر الطاقة التقليدية اللي هي مثلا الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم الحجري، وهي مصادر الطاقة اللي قامت عليها الثورات الصناعية. لاحقا اتجهت البشرية نحو مصادر أكثر أمان وأكثر نظافة وصديقة البيئة أكثر، لتكون توجه نحو الطاقة النووية، سموها طاقة بديلة. لاحقا هلا عن جديد اتجهنا نحو مصادر الطاقة المتجددة. مصادر الطاقة المتجددة هي مصادر الطبيعية، وطالما هي طبيعية فهي دائما عم تتجدد، ما راح تنتهي ما راح تفنى، وهي نظيفة وصديقة للبيئة جدا، وهي أيضا رخيصة أو بالأحرى مجانية تماما. أهم مصادر الطاقات المتجددة أولا وأكبر شيء هو مصدر الطاقة الشمسية، بعدين طاقة الرياح، طاقة المياه مثل طاقة السدود أو طاقة المياه الجارية، الأنهار أو البحار والمحيطات. في عنا طاقة باطن الأرض أيضا أو طاقة الكتلة الحيوية. أكبر وأهم هاي المصادر هو مصدر الطاقة الشمسية. الشمس بتولد عنا إشعاع شمسي، بيسافر هذا الإشعاع الشمسي عبر الفضاء خلال 8 دقائق بيوصل للأرض. يوميا يقدر العلماء أنه بيوصل للأرض طاقة شمسية بتكفي حاجة البشرية لمدة عام كامل. خلال يوم واحد رح تكفي لمدة عام كامل، بفرض نحن حبينا نستفيد من هذه الطاقة الشمسية بشكل أساسي وما نعتمد إلا عليها ونلغي كل مصادر الطاقة الأخرى. فنحن بحاجة أنه نغطي باللواقط الشمسية مساحة تقارب مساحة فرنسا لنغطي حاجة الكرة الأرضية كلها من الطاقة الشمسية. من هون نحن نشوف أنه الطاقة الشمسية هي أكبر مصادر الطاقة المتوفرة، هي أرخصة، بس نحن بيبقى علينا استثمارها بعض الطرق بطريقة صحيحة. تماما، يمكن هيدا اللي بدنا نحكي عنه محمد، مشروعك اللي هو اللواقط الشمسية اللي بتلاحق أشعة الشمس. خلينا نعرف المشاهدين أكثر، ويمكن كل السوريين اللي عندهم حساسية تجاه الكهرباء، لأنه موضوع عانينا يعني خلال السنوات الأخيرة بسبب الحرب كان استهداف كبير للبنى التحتية وخاصة الكهرباء. الطاقة الشمسية هي حل بديل، ويمكن حل بتقدر تستغني عن جميع يمكن الحلول الأخرى، وما عاد في يمكن ظروف قاسية تأثر عليك إذا تم استثماره بطريقة صحيحة. نعم، بداية الطاقة مثل ما قلنا هي متوفرة بشكل دائم، يعني خصوصا عندنا بسوريا نحن عندنا أكثر من 300 يوم مشمس خلال العام، فعندنا كامن طاقة شمسي كثير كبير نحن قادرين نستثمره. ومثل ما حكينا بالريبورتاج انه نحن في عنا توليد الطاقه الكهربائيه بيعتمد على كميه الاشعاع الشمسي اللي وارد لعنا، فنحن كل ما قدرنا نخلي اشعاع شمسي اكبر وارد على الالواح او على اللواقط اللي عنا، فنحن رح نولد طاقه كهربائيه اكثر. نحن لهذا السبب نحن لجأنا لشيء مثل الطبيعه، مثل دوار الشمس بدور مع الشمس. نحن صرنا ندور هاي اللواقط الشمسيه عنا باستخدام مجموعه محركات، مجموعه حساسات، مجموعه متحكمات مايكرو كنترولرز. صممنا النظام، صنعنا واختبرناه، وهلا النظام شغال من اكثر من سنتين عندنا بالمعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا. اختبرنا هذا النظام مع نظام ثابت مثل اللي شفناه بالريبورتاج المائل الثابت. نحن نتج عنا انه نحن خلال مده التشغيل هاي ممكن نحن نولد طاقه كهربائيه اكثر ب 20% من النظام الثابت. فنحن هاي الطريقه فينا نقول انه هي الطريقه الامثل لاستثمار تمام الاحدث والامثل للاستفاده من اللواقط الشمسيه الموجوده والاستفاده من الشمس المتوفره عنا. نعم محمد، خلينا نحكي عن ونعرف المشاهدين لكل حدا ما بيعرف، اذا الواحد يستخدم الطاقه الشمسيه لتوليد الكهرباء او المي السخنه بالبيت، شو هي الشروط يلي لازم تكون متوفره بالبيت او بالبنايه؟ يعني فيها شيء استثنائي ولا لا؟ الصراحه لا، نحن طالما انه ببلدنا هون ما بدنا اي ظروف استثنائيه، الا بدنا نحاول نحن انه ما يكون في عنا اي تظليل مثلا. وهيك التمديدات ممكن نمدد نحن بحاله تسخين المياه على التمديدات الموجوده اساسا بالمنزل. بحالة الطاقة الكهربائية لتوليد الطاقة الكهربائية نحن كمان ممكن نمدد على الكهرباء الموجودة نفسها بالمنزل. نحن العائق الأكبر هو أنه بس ما يكون في عنا تظليل على هاي الألواح لنقدر نحن نستفيد منها بشكل دائم. حضرتك قلت أنه يمكن مشروعك هو فينا نعتبر أحدث المشروع للواقط الشمسية، شو اللي أدخلت عليه شيء جديد عن فينا نقول سابقا؟ شو اللي يمكن
خلانا نقدر نستثمر الطاقة الشمسية مثل ما قلت بطريقة مضاعفة وطريق نعم. وبمجال أكبر فينا نقول. الصراحة نحن يعني لحد السنين السابقة القريبة السابقة كان دائما النظم الشمسية كان دائما يركبوها على أسطح ثابتة بيوجهوها باتجاه الجنوب بميل وبزاوية ميل معينة. نحن بهي الطريقة بس قدرنا أن نستفيد من الشمس المتوفرة ومن الجهاز أصلا المتوفر اللي هو قادر يعطينا هاي الطاقة. اتجاه شمس واحد يتحرك مع اتجاه الشمس. نحن سابقا كان كان ثابت ما يشوف الشمس إلا بوقت الظهيرة يشوفها كثير. نحن هلا الجهاز تبعنا رح يقدر يلاحق الشمس من لحظة الشروق يكون متوجه نحو الشرق. كل ما تحركت الشمس هو عم يتحرك معه وتضل الإشعاع الشمسي مباشر عليه لنقدر نحصل على أكبر توليد من يعني الطاقة كهربائية. يعني استثمار طاقة شمسية بشكل أكبر. تماماً. نعم. محمد هذا المشروع هو أطلق من سوريا حضرتك نعم. أطلقته وشاركت فيه ببولندا. نعم. خلينا نحكي عن هاي المشاركة ويمكن شو هن النقاط يلي أعجبوا بمشروعك فيها في الخارج وشو هي النقاط يمكن يلي حطوا تحت إشارات استفهام. نعم. هلا المشروع كان مشروع زمالي عن طريق اليونسكو مع جامعة AGH للعلوم والتكنولوجيا بمدينة كراكوف بولندا. كان المشروع الزمالي عن الطاقة الشمسية واشتغلنا جزء كبير منه بالمجال الملاحقة الشمسية. الصراحة اللي هنو نتفاجأوا فيه انه نحن ممكن نكون قادرين كسوريا بلد بعدها كل هالأزمة والحرب انه نحن قادرين نوصل لهي المرحلة المتقدمة. محمد هي مشاركتك كانت هلأ بالوقت القريب؟ السنة الماضية وهي السنة لمدة 6 أشهر. اشتغلنا بهذا الجزء من جزء الملاحقة الشمسية. اشتغلنا أيضا بجزء الإشعاع الشمسي إنه نحن كيف ممكن نقدر كمية الإشعاع الشمسي اللي راح توصل لعنا لنقدر نحن بالمقابل نقدر كمية الكهرباء اللي راح تتولد عنا. فيني أنا بضيف هون إنه بيننا وبين أوروبا ما في كتير عنا هالفجوة بالجانب بالبحث العلمي بالمجال الطاقة الشمسية. طيب قديش ممكن هذا المشروع يتم استثماره بشكل أكبر أو على نطاق أوسع في سوريا فينا نقول يتم استثماره بطريقة صحيحة اليوم في ظل الظروف يمكن الصعبة اللي عم نعيشها في حصار نعم. اقتصادي في حصار كبير يعني حتى بمجال الكهرباء لما بدك يعني تستخدم آلات أو تصلح المحطات الكبيرة بدها مجهود كبير اليوم تمام. في سوريا بالنسبة لسوريا مثل ما حكينا أنه في عنا كمون شمسي كتير كبير. في عنا بالنسبة للي حابب يستثمر بهالمجال في قانون في يكون نواة للمشروع كبير طبعا نعم في يكون هاد نواة للمشروع وفي يعني في قوانين بتساعد بالاستثمار وهذا الشيء راح يكون قيمة مضافة لأي مشروع منفذ بالنسبة للطاقة الشمسية. يعني نحن عنا بالبلد أي مشروع طاقة شمسية ممكن خلال 5 إلى 6 سنوات يستعيد الكلفة التأسيسية إلو يبلش يكون مشروع رابح. إذا طبقنا نحن التقنية تبعنا راح تنزل هاي المدة لمدة 3 سنوات ونصف لـ4 سنوات ليسترد المستثمر كلفة رأس المال التأسيسي ويصير مشروع رابح مباشرة. طب تم رعايته من جهة معنية لاستثماره في سوريا بعد ولا لا؟ الصراحة في للجهات الخاصة والجهات العامة للجميع يعني هو متاح حتى منزليا ممكن يكون هو متاح. نعم. هون بدنا نحكي بنقطة حضرتك عم تدرس ماجستير بمجال نعم. الكهرباء يمكن من خلال دراستك وتركيزك على المجال وعلى مجال أيضا توفير الكهرباء ويمكن الحلول البديلة من أجل استثمار الكهرباء وخاصة بهي الظروف نعم. اليوم بدراستك لوين وصلت وإمت بتحس القصص يلي درستها أو يلي حابب تكون هي مطبقة بالمجتمع ممكن تتنفذ في القريب العاجل؟ طبعا نحن اكيد ممكن قادرين كثير ننفذ اجزاء كبيره من هي. على مثال صغير انه السخانات الشمسيه ممكن اي عائله سوريه تركب منها وراح هي تلاحظ الفرق على الفواتير الكهرباء راح تلاحظه بشكل سريع مباشر. او مثلا الاضاءه بالطاقه الشمسيه اللي عم نشوفها حاليا بشوارع دمشق كثير نحن ما عاد مضطرين نصرف كهرباء ونستهلك طاقه كهربائيه عم نولدها نحن من النفط لإضاءة الشوارع. هل توليد الطاقة هي بتتطلب نوع محدد من الـ من الـ من الكهرباء أو من النيونات أو هيك؟ أكيد لا هي طبعا ما في إلا شيء خاص إنه هي لمبة توفير كهرباء. لا هلا نحن بالنسبة لتوليد الطاقة نحن قادرين نولد طاقة ونستهلكها مع أي شيء ثاني. تمام. بس يفضل نحن طالما عم نولد طاقة أساسا نظيفة أيضا نستخدم تطبيقات نظيفة مثل اللمبات مثلا الليد اللي هي استهلاكها كتير ضعيف للطاقة. فنحن بدل ما نشغل لمبة عادية فينا نشغل 10 لمبات ليد وفينا نقول إنه هي
لاستدامه للطاقه تبعنا. بس انا سالتك سؤال محمد، انه تم استثمار هذا المشروع ليتم تنفيذه يعني بجميع فينا نقول المناطق بسوريا ليكون متوفر بالبيوت، وقديش ممكن يكون تكلفته؟ هل بيكون متناول الايد ولا كافه الشعب ولا تكلفته عاليه شوي؟ حتى الان لا، صراحه ما تم لسه الاستثمار بشكل عملي، ما تم دعمه او رعايته بشكل لسه بعد. لا من جهة خاصة ولا لا، لأنه غالبا المستثمرين ما عندهم فكرة عن الموضوع أو متخوفين منه، لأنه في أجزاء متحركة مثل ما حكينا محركات، فهنو متخوفين أنه جهاز متحرك ممكن يكون فيه له أعطال كبيرة أو مشاكل، في حين نحن أثبتنا لهم يعني إله الجهاز عندنا شغال أكثر من سنتين والحالة الأمور تمام، عم يولد لنا كهرباء أكثر، رح يعطيهم مردود أعلى، وأكيد هو رح يستهلك مساحة أقل، لأنه هو رح عم يتابع الشمس، ما عم يعاني مشاكل التظليل اللي كنا نشوفها بالأنظمة الثابتة. تكلفته عالية فينا نقول؟ اللي بصراحة اللي بده يستهلك بده يستثمر بمجال الطاقة الشمسية ممكن تزيد التكلفة عليه تقريبا لحد 10% وحسب الكبر ما؟ طبعا حسب المساحة، بس يعني كنسبة مئوية ممكن تزيد بهاي الحالة نسبة 10% لتكلفة المشروع. بس بتوفر يمكن الفواتير الكهرباء هي طبعاً بتوفر على المدى البعيد. على المدى البعيد خلال 4-5 سنوات رح الواحد يسترد اللي دفعون ويبلش يربح يستهلك كهرباء مجانا حتى يبيع للدولة. طيب اذا حدا عم يشوفنا وحابب مثلا يعرف عن مشروعك اكثر، عم تقول صار له سنتين بالمعهد. نعم. يطبق على ارض الواقع. طبعا نحن بندعو اي شخص حابب يتعرف على الموضوع او اي باي شيء بيتعلق بالطاقه الشمسيه يزورنا بالمعهد. في عنا بالاضافه لمشروع الملاحقه الشمسيه في عنا مشاريع مع فريق العمل مثلا لاختبار اللواقت الشمسيه، نحن نشوف كثير لواقت موجوده بالاسواق، نحن ما بنعرف شو الجيد منها وشو السيء، في عنا مشروع نحن لاختبارها وبنعطي شهاده جوده بهذا الامر. في عنا مشاريع ايضا لاختبار اللواقت الشمسيه الحراريه تبع تسخين المياه، نحن ممكن نعطي قديش المردود تبعها، قديش الكفاءه تبعها، ونشوف أي الأفضل للمستهلك. نحن يمكن أغلب المستثمرين بيلجأوا ممكن الصناعات معنا سورية تكون، بدنا نقول لهم لا نحن عنا قدرات وعنا عقول مبتكرة جدا. اليوم خلينا محمد نحكي ضمن نطاق المعهد، قديش بتستفيدوا من خبرات بعض؟ يعني مجالاتكم الكثيرة، أول أنت يمكن ما ابتكرت لواقت، كيف كانت ردة فعل زملائك؟ قدروا يساعدوك بأفكارهم بملاحظاتهم، وأيضا أنت نفس الشيء تبادلتوا هذا الشيء بالمعهد؟ نعم طبعا، نحن بالمعهد دائما العمل عم يكون كفريق عمل واحد كبير، يعني نحن مخبر طاقات متجددة برئاسة الدكتور سليمان. في عنا يعني مجال بعيد طويل كثير وقديم كثير بحث بمجال الطاقة الشمسية، نحن فينا نقول انه بلشنا كفريق عمل نطبقه عمليا هلا، وطبعا كان في ردة فعل كثير إيجابية للمشروع وكثير العالم مبسوطة منه. طيب خلينا نحكي مثلا، انت قلت انه هيدا المشروع الاستفاده من طاقه الشمس، في ناس يعني اذا حدا عمله بالبيت وانا استخدمته بالبيت، الشمس مثلا وقت محدد هي بتكون بعد الظهر مثلا او العصر بيكون مخزن هيدا الشيء ضمن هيدا المشروع، يعني فيني استثمره انا خلال النهار على مدار ال 24 ساعه، يعني تخزن هي الطاقه الشمسيه طبعاً ضمن هيدا الجهاز. طبعا نحن قادرين انه نضيف للجهاز بطاريات، لانه بعض الاشخاص بيقولوا لك مثلا انا جايب خزانات للبيت عن طريق الطاقه الشمسيه، بس تروح الشمس خلص انا ما بقى استفاد منها. لا نحن بحالتنا هي نحن قادرين انه ممكن نضيف بطاريات لتخزين الطاقه الكهربائيه نستفيد منها خلال كامل فتره النهار، او ممكن نحن بنكون نستعمله بمجالات مثلا المكاتب والشركات اللي ما فيها اصلا دوام بعد فترات هو البقى. يمكن اهم شيء بالشتويه المي السخنه تماماً، خاصه يلي عنده اطفال. طب يعني تقريبا كم ساعه بتضل محتفظه اذا ضفنا لها البطاريه؟ اذا بلا بطاريه ومع بطاريه قد بتضل محتفظه بالمي؟ هون الصراحه بيرجع الموضوع حسب المواد المتوفره بالاسواق، بس في حسب المواد او حسب المكان مثلا؟ المكان طالما في شمس رح هو يسخن. المواد المتوفره بالاسواق في مواد جيده وفيها عزل جيد جدا رح تحتفظ بالطاقه لعده ايام، في مواد رح تصرف الطاقه من اول يوم متبدده. هلا نحن بنشوف اغلب السطوح بسوريا وبالبنايات كلها خزانات وديش وما بعرف شو، فما في كثير عندنا مساحات لاستخدام يمكن اجهزه الطاقه الشمسيه او لواقت. خلينا نحكي كيف فينا نحن الصراحه نوفر هي يعني المساحة. هيك موضوع بده تعاون مع نقابه المهندسين اللي عم يعطوا المخططات والموافقات للابنيه ليقدروا يجبروا اللي عم يبنوا انه يتخصصوا اماكن مخصص محدده
للطاقة المتجددة. طيب محمد، خلينا نحكي عن مشاريع الأخرى ضمن المعهد لكثير من الطلاب رفقاتك. نحن عم نحكي عن طلاب شباب سوري، نعم، عنده أفكار مبتكرة، والجميل هي الأفكار تطبق على أرض الواقع ضمن البيئة المحيطة. في كثير مثلا من المشاريع أو كثير من الإنجازات السورية ما فيك تستثمرها ضمن البيئة المحيطة. خلينا نحكي عن المشاريع ضمن المعهد اللي ممكن فعلا نستفاد منها، وكثير من الطلاب يمكن هلأ عم يشوفوك كمان حابين يكونوا موجودين معك بهالمجال. خليني احكي انا عن الامور يعني اللي اشتغلت فيها. بالنسبه مثلا اشتغلنا موضوع الطاقه الشمسيه وحكينا عنها. في عندنا مثلا موضوع توليد زيت البيرين من بقايا معاصر الزيتون، اللي هو نحن عم نشوف عندنا كثير معاصر زيتون بالبلد، التفل الزيتون او بقايا الزيتون هي كلها عم تروح هدر. نحن قادرين عندنا بالمعهد طبقنا وحده ارشاديه لسه نحن نقدر نستخلص زيت من هي التفل بنسبه تقريبا 15% من هذا التفل. في عنا ايضا وحده ارشاديه لتحويل بقايا زيت القلي لديزل حيوي، قادرين احنا نستعمله بالسيارات والباصات، وهو اكيد انظف للبيئه. زيت القلي المستهلك، زيت القلي المستهلك، تمام، بقايا زيت القلي بنكرره ويطلع عنا ديزل حيوي او مازوت حيوي. بس يمكن عم نحكي صرنا ضمن اطار مثلا تدوير الاشياء التالفه، قديش اليوم عم نشوف هيدا المجال فعلا عم يتوسع بشكل كثير كبير في سوريا، وعم يتم استثماره ضمن طاقات شابه سوريه لنقدر نستفاد فيها ضمن الامكانيات المحدوده اليوم. طبعا هذا توجه الدول دوليا عالميا ومحليا كمان، في عنا توجه كثير كبير بهذا المجال. في عنا عده مشاريع كمان بهذا الموضوع، مثل ما حكينا انه تفل الزيتون، بقايا زيت القلي، حتى الورق نفسه نحن هلا عم نقدر نكرره ونصنع منه مواد عازله، مواد بناء، وكمان ورق مثل العاده. نعم محمد، بالختام يعني كلمه بتحب توجهها لكل حدا عم يتابعك؟ واكيد اليوم نحن كثير مبسوطين انه عنا عقول يعني بتبتكر، عقول ذكيه مثل حضرتك، وايضا زملائك نوجه لهم تحيه بالمعهد. اكيد فردا. خلينا هيك بالختام كلمه اخيره بتحب توجهها لكل المعنيين، لكل المستثمرين، لكل المواطنين السوريين، انه قديش عندنا مجالات كثيره نوفر مصاري ونوفر مجهود وتعب. نعم، انا الصراحه بتوجه لكل المواطنين، اي شخص قادر انه يستثمر بمجال الطاقه الشمسيه فهو اكيد هذا استثمار رابح أكثر من 100%، وهو راح يكون مردوده سريع جدا لهذا الاستثمار. أكيد بدنا نشكرك المهندس محمد حمود على وجودك معنا، ومثل ما قلتي ليا فعلا مبدعين شباب سوريين خلال سنواتنا الأخيرة عم نفتخر فيهم، وعم يحققوا بصمة مو فقط في سوريا، في جميع أنحاء العالم. أكيد نتشكرك على وجودك معنا، ونوجه التحية كمان لكل زملائك اللي عم يتابعونا. شكرا كثير لكم، وبتحب أتشكر أنا إدارة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، فريق العمل اللي معنا بمخبر الطاقات المتجددة، وأكيد شكر لأساتذتنا بجامعة دمشق، والشكر الأكبر لرجال الجيش العربي السوري اللي ضحوا بدمائهم لنقدر نحن لهلا نكون عنا طاقة. أكيد شكراً كثير يا محمد، شكراً كثير لك، وإن شاء الله مشروعك بيشوف الضوء بالقريب العاجل. شكراً كثير لك.